مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحب حضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم الدين والحياة. نلتقي بحضراتكم 3 مرات أسبوعيا، كل يوم جمعة وحد وثلاثاء من الخميس حتى الساعة 6 مساء، والإعادة بتكون السبت والاثنين والأربع من 9 صباحا حتى الساعة 10 إن شاء الله. بنحاول دائما من خلال الدين والحياة نكون حلقة وصل ما بين أهل الخير والناس اللي قادرة تقدم الخير والناس اللي محتاجة الخير، مش عارفة تروح لمين، مش عارفة تظهر لمين، مش عارفة تتواصل مع الناس اللي قادرة إنها تمنحنا وتمنح أهلنا وقرايبنا وأصحابنا هذا الخير. إذن من خلال الدين والحياة دائما بنستقبل مشاكلكم وأوجاعكم وهمومكم الخاصة، سواء بتوفير منازل تأويكم، أسقف للبيوت تحمينا من حر الصيف وبرد الشتاء، عملية إحلال وتجديد لبيت من بيوت ربنا ربما يكون هو المسجد الوحيد اللي موجود في القرية. وعشان كده دائما بشكر حضراتكم سواء اللي بتقدموا الخير أو الناس اللي محتاجة الخير وبتتواصل مع الدين والحياة. قبل ما نقول لكم معانا إيه النهاردة وطلبات حضراتكم إيه وهنحاول إزاي نقدر نساهم ونساعد في حل هذه المشكلات، خلينا في البداية نرحب بالداعية الإسلامي القدير والعزيز والغالي الدكتور محمد وهدان العالم الأزهري. أهلا بيك يا دكتور وهدان. أهلا بيك، مرحبا دكتور أحمد، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنصرنا الغالية وللعالم كله إن شاء الله الأمن والأمان والتوفيق والسداد. أنا بس قبل ما نتكلم نقول معانا النهاردة بس خالص العزاء وبركة عزاء للدكتور مظهر شاهين صديق العزيز في وفاة والده، كان دائما تحت خدمته تحت رجليه زي ما بيقولوا كده، فإن شاء الله يتغمدوا في فسيح جناته وإن شاء الله نلتقي على خير دائما مع برامج الشيق للدكتور مظهر شاهين. خلينا النهاردة نبدأ على طول بأول فقرة معانا، وقرية الشركة 2 بديكرنس تواصلوا معانا وقالوا ان المسجد الوحيد الموجود في القرية مسجد عمر بن الخطاب، هذا المسجد قايل السقوط، عنده مشاكل كبيرة جدا جدا، عملية احلال وتجديد ضرورية لهذا المسجد. هنشوفه مع بعض سريعا ونرجع لحضراتكم مع الدكتور وهدان، تفضل. المكان ومن هذا البلد الطيب أهله الشركة 2 مركز ذكرنس محافظة الدقهلية، وذلك للإطلاع على حال مسجد عمر ابن الخطاب بالشركة 2 مركز ذكرنس محافظة الدقهلية. وفي الحقيقة احنا جينا لأن المكان بالفعل في أمس الحاجة لإعادة البنيان، المسجد وصل مرحلة يعني صعب أوي ان الانسان يأمن على نفسه وعلى اولاده انه يدخل المكان ده. المسجد ينزل علينا حر نار، وبينزل علينا الشتاء بقاله اكتر من 65 سنه ومتشققات ورطوبه ماسكاه ومحناش عارفين نصلي فيه. الاطفال بتاعتنا بنخاف عليها لانهم بيطلعوا بيمشوا على السكك، والمسافه بعيده جدا بين 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 اقرب مسجد المسجد ده، والطريق اسفلت وحياتهم مهدده بالخطر. المستوصف بعيد عننا يجب كم كيلو، اللي ما فيش مكتب تحفظ قران ينفع الاولاد. شاهدنا سويا مسجد عمر بن الخطاب وشفنا الى اي مدى متهالك وقايل السقوط، اذا محتاجين عمليه احلال وتجديد سريعه لهذا المسجد. كلما تواصلتم معانا كلما ساهمتم بشكل كبير في المشاركات وفي المساعدات بلا شك هيكون مفتوح قريبا للساده المصلين اللي محتاجين هم يصلوا ويضطروا ان هم يعني يتكبدوا مشقه الانتقال للمسجد المجاور في اقرب قريه مجاوره ليهم. دكتور وهدان، خلينا في البدايه نتكلم عن
الفوائد التي تعود علينا احنا كمسلمين في المشاركه في مثل هذه الاعمال، لو بنتكلم على مساله المشاركه في بناء واعمار المساجد، ثوابه ايه عند ربنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، سبحانه خلقنا ورزقنا واعطانا خيرا على قدره، وطلب من العباد ان يشكروا الله عز وجل على قدرهم. نشكر الله يا دكتور احمد بجمله مكونه من كلمتين هما الحمد لله. فالحمد لله على كل نعم الله سبحانه وتعالى، وصلاة وسلاما يليقان بمقام الحبيب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاءه أعرابي وقال له يا رسول الله من يحاسب الخلائق في يوم القيامة؟ من اللي هيحاسب الناس يوم القيامة؟ فقال الحبيب عليه الصلاة والسلام الله عز وجل يحاسب الخلائق يا أعرابي. فالأعرابي سأل سؤال تاني، قال له يا رسول الله الله عز وجل يحاسبنا بنفسه؟ هيحاسبنا بنفسه ولا هيوكل حد يحاسبنا؟ قال بل الله عز وجل يحاسبنا بنفسه يا عربي. فتبسم الأعرابي بقى سعيد أو مبسوط، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام لما تبسمت يا رجل؟ فقال يا رسول الله إن الكريم إذا قدر عفا وإذا حاسب سامح، والله سبحانه وتعالى هو أكرم الأكرمين. اللهم صل على الحبيب وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بشكر حضرتك جدا دكتور أحمد أن طرحت هذا الموضوع وهذه المسألة المهمة، ثواب بناء المساجد، ثواب بناء المساجد عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى، يعد من باب الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. الذي يبني مسجدا أو يساهم في إنشاء مسجد ده بيساهم في ذكر الله سبحانه وتعالى، وأعظم حاجة يوم القيامة إن ذكر الله سبحانه وتعالى له ثواب عظيم. قال الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ويقول ابن عباس رضي الله عنهما إن هناك نعيما في الدنيا أعظم من نعيم الجنة، في نعيم في الدنيا أحسن من نعيم الجنة. قالوا طب الحقنا ما هذا النعيم، ده الدنيا كلها مشاكل ومتاعب ومنغصات، عايز تقول لنا يا ابن عباس ان في نعيم في الدنيا احسن من نعيم الجنة؟ قال نعم. قال طب ما هذا النعيم؟ قال هذا النعيم هو ذكر الله رب العالمين، انك تذكر ربنا سبحانه وتعالى. فاللي بيساهم في انشاء مسجد حتى ولو بكلمة طيبة ده بيساهم في ذكر الله سبحانه وتعالى في الارض، وإذا ذكر الله سبحانه وتعالى تنزلت الرحمة وتمزنت السكينة على الأمة وعلى الإنسانية كلها، إنك عارف ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فضلا عن ذلك فإن إنشاء المساجد ورفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله ورفع الأذان عليها يعد نوعا من الإنفاق في سبيل الله، والله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك في القرآن العظيم. فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. لو توقفنا سريعا أمام هذه الآية، يا أيها الذين أمنوا أنفقوا مما رزقناكم، يعني مش لازم فلوس بس، الإنفاق يمكن أن يكون زي ما قلت حياتك بشوية أسمنت وشوية خشب بجهدك أنت الشخصي، يعني كل واحد وعلى قدر استطاعته، ممكن حتى لو نجار لو حداد لو سباك على قدر استطاعتك تنفق في سبيل الله، هذا كله إنفاق في سبيل الله سبحانه، ليس فقط مالا ولكن حتى ما عندكش فلوس وما عندكش أي حاجة خالص تنفقها يمكنك أن تنفق. إنفاق الغلابة بقى اللي ما عندهمش يعملوا ايه؟ قال لك ان هم مجرد ان هم يقولوا كلمه طيبه، نعم، او حتى يشاركوا في الدعوه، يقولوا يا جماعه المسجد ده محتاج المسامه فيه، لان الرسول قال اتقوا النار ولو بشق تمر، يعني شق تمر يعني ايه؟ يعني نص تمره، فان لم تجدوا فبكلمه طيبه. فالكلمه الطيبه لك بها عند الله سبحانه وتعالى صدقه، انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه. الواحد يقول يا ريتني انا كنت أرجع الدنيا تاني لأنفق مالي في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي تعبير بيوت الله سبحانه وتعالى. طب احنا